مساء الخير احبائي واعزائي، مع قناتكم قناه الملكه والامير. خليك معايا لحد اخر الفيديو وهتشوف ايه الخطر اللي بيتعرض له الشعب المصري والثورات اللي بتحصل وايه اللي بيتم. لكن شاهد في الاول العرض الكامل لدرب الصليب. لستم غرباء لهذا الفريق، كنيشه الامبطونيوس بشبرا القصب شوي حلمي مميز جدا. قدم خدام مسرح كنيسة الأنبطونيس بشبرا عرض درب الصليب بعنوان لستم غرباء، وهو دراما تأملية لا تتعارض مع الكتاب المقدس والتقليد الكنسي، من تأليف أبانوب أدهم ورؤية إخراج توني ألفريد. ودعا القس بشوي حلمي كان كنيسة الأنبطونيس بشبرا لمشاهدة عرض درب الصليب 2023 لستم غرباء، وقال في تصريحات متلفزة: درب الصليب هذا العام مميز جدا، كل خدام المسرح مع خدام كتير من الكنيسة زي كل سنة بيعملوا لنا لقاء ومبهج وعمل درامي على أعلى مستوى. وتابع أيضا: السنة دي بيقدموا عمل لستم غرباء من آية أفسس 19:2، لستم غرباء وأجانب بعد الآن، بل أنتم راعية مع القديسين وأعضاء في عائلة الله. وعرض القناة مسرحنا الأنطوني على اليوتيوب العرض الكامل لضرب الصليب ولستم غرباء. تعالى ونشوف مصر قلب الشرق الأوسط تحت الاعتداء والثورات. ما يحدث في السودان جنوب مصر وليبيا غرب مصر ومناوشات الإرهاب في سيناء وأفواج من الهجرة غير الشرعية تتدفق بقوة على مصر بصورة لم يسبقها مثيل من السودان، والله أعلم من أين هذا أو مين اللي دسهم. دعونا ندخل إلى العمق ونقرأ معا الصورة الحقيقية لما يدور حول مصر. كل هذه الأعداد من البشر سواء المواطنين أو اللاجئين يحتاجون لعوامل إعاشة في بلد به 18 مليون لاجئ. من قبل أحداث السودان من وجهة نظري أن الجيش السوداني المنقسم على نفسه أصبح أكبر خائن للسودان، عندما يضرب الجيش المواطنين ويدمر البنية التحتية والطرق ومحطات توليد الكهرباء ومحطات تنقية المياه. لو هجم غزاة ليحتل السودان ما فعله ما يفعله الجيش السوداني به السودان. ويا للعجب، تدخل طائرات إغاثة أمريكية في ظلام الليل وجاءت من البحر الأحمر فوق أثيوبيا وقامت بالتموين بالوقود مرة داخل الحدود الأثيوبية لتهبط في الخرطوم، وهي محملة بمئة جندي من جنود البحرية الأمريكية، ويأخذ كل الدبلوماسيين الأمريكان من قلب السفارة الأمريكية في الخرطوم، وتبعهم أيضا تبعتهم دول أخرى من الدول الأوروبية، وقاموا بنفس الفعل دون أن يتعرضوا ولا حتى لطلقة رصاص واحدة. واعتبر البنتاغون إنها عملية ناجحة. فعلا نجحت أمريكا وأثبتت للعالم شيئان: أولا أن الجيش السوداني غير مهتم بالدفاع عن الوطن على قدر صراع مع تهينه على السلطة، وثانيا أن أمريكا تستبيح اختراق لقوة عسكرية لأرض دولة أخرى حتى لو باسم إنقاص أو إخاذة لديها من الكبرياء، لكي تتهم روسيا بأنها تعدت على أوكرانيا. بلطجة غريبة الشكل. والآن فكروا معنا، خلال أيام قد نرى سقوط دولة أفريقية أخرى في براثن الإرهاب، وغالبا ما ستكون تشاد، وبالتالي سنجد التشاديين يخترقوا حدود السودان متجهين لمصر من الجنوب. يا سادة شعب مصر الكريم، في خطر، وخطر شديد جدا. أول مظاهر الخطر هو التضخم في أسعار كل شيء، لأن أعداد البشر تتزايد زيادة مفتعلة، بالإضافة لمعدات ومعدلات زيادة السكان الرهيبة التي تعاني منها مصر منذ أن أفسدت انقلاب 1952 أخلاقيات هذا الشعب. أنا لا أرى أن هذه الثورة أفسدت الشعب كما يقول، وبالتالي شعور المواطنين بالاختناق الشديد من تضخم الأسعار قد يؤدي إلى أن يفتعل البلطجية المأجورين بثورة الجياع، وقد يصعب على الأمن السيطرة على الموقف وتتكرر مأساة 2011. انطلق أعداء مصر في حلقة مصر تستطيع أن تشبع العالم كله. لقد حدثت عدة مرات في التاريخ، ومصر سلامة قلبها ألف سلامة، إن وقعت المنطقة كلها ستسقط سقوط رهيب، ومصر لن تقع أبدا. مصر الحبيبة تحت رعاية رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وتحت رعاية أيضا قداسة البابا تودروس بالنسبة للمسيحيين، وتحت رعاية شيخ الأزهر الشريف الكريم بالنسبة لإخوتنا المسلمين. لن ننتظر أبدا، ولن تقع مصر أبدا، ومهما كان الغلاء ومهما كان الوباء، لقد مرت علينا كورونا ومصر بقيت كما هي بسلام. والغلاء في جميع أنحاء العالم، التضخم في كل شيء يحدث في جميع أنحاء العالم، إن العالم قد مر بالغلاء والوباء. ومن عهد أيام سيدنا يوسف كما يقول أخواننا المسلمين، أو يوسف الصديق، عندما باعوه أخوته للمصريين وأصبح بمثابة فرعون الثاني الذي قام بتخزين المخزون، وكانت مصر القوية، مصر الأمام، مصر الحضارة، مصر إن شاء الله هتكون أشد وأقوى من أي حاجة تانية. ولكن وبالنسبة لي الإخوة الذين يستغلون الأسعار وارتفاع الأسعار، والقول أن الزيادة السكانية هي السبب الرئيسي، أو أن ثورة 1952 تعتبر كانقلاب، ليست هذه أخلاقيات مصر، إنها كانت ثورة حقيقية، وكان بقيادة الجيش المصري العظيم وبقيادة الضباط الأحرار الذين حرروا مصر من البغاء ومن ملك قد أفسد مصر بأسلحة ضد الصهيون. والجيش المصري عانى الكثير، ونشكر الله أن لدينا جيش قوي، ومهما كان هناك سهفاء وسفهاء، والكل يحاول أن يتدلس ويدلس، إن مصر سوف تكون في خطر، لن تكون في خطر. مصر القوية، مصر العظيمة، مصر هي التي تفوق كل الدنيا، مصر التي أصبحت لديها بنية تحتية وطرق ومحطات توليد كهرباء ومحطات تنقية مياه. مهما حاول الكثير أن يغزو مصر، لن يحتلوا كما احتل الجيش السوداني السودان. إن احتل الغزاة السودان فلم يفعلوا ما فعله الجيش السوداني في وطنه. أين الحب؟ نشكر الله أن أعطانا جيش عظيم يحب وطنه ويحب مصر العظيمة، ويعطي لها الفدا دايما، ويقدم نفسه فدية عن مصرنا الحبيبة. كل الشكر وكل الحب وكل التقدير لكم، وإن شاء الله مصر تمر بخير، ولن يكون هناك أبدا بلطجية يحاولون أن يحتلوا عليها. لا تنسوا اشتراككم بالقناة إن أعجبكم الفيديو. شكرا لكم.